تسأل أختنا عن حكم تأخير صلاة العشاء حتى بعد منتصف الليل. تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لا بأس بذلك، بل كل ما تأخرت من غير ضرر لأحد فهو أفضل إلى نصف الليل. أما إذا كان تعديلها في أول وقته رفق بالناس صلاة الجماعة من أجل أن ينام الناس فتعديلها أفضل، وإنما يستحب تأخيرها إلى نصف الليل إذا سهل. أما تأخيرها عن نصف الليل فهذا لا يجوز إلا في حالة العذر الشرعي. جزاكم الله خيرا.